صباح الخير هبة، صباح الخير أشرف، صباح الخير لكل مشاهدي الشاشة الوطنية الأولى، شاشة التلفزيون الأردني من محافظة معان، بداية البداية والعاصمة الأولى لهذا الوطن الحبيب. سعد صباحك رعد، وأكيد يعني تفضل، أكيد عندك شيء معين بمعان حاب تعرض لنا إياه. يعني أشرف وهبة، اليوم الأجواء جميلة جدا في معان، يعني الشمس اليوم ساطعة، قد يكون هناك ارتفاع على درجات الحرارة منذ الصباح الباكر، يعني نوعا ما الجو ملائم للرحلات سواء لوسط البلد أو للقلعة العثمانية أو للبتراء أو للشوبك، قلعة الشوبك. يعني أهم شيء بالأمس كان هناك اجتماع مثمر حقيقة للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل مع مجلس المحافظة، تم الاجتماع حقيقة في مبنى محافظة معان للإطلاع على واقع الشركة والبرامج المختلفة التي تقيمها الشركة للشباب الأردني ليتلائم مع التخصصات المطلوبة لسوق العمل. سنكون معكم بعد قليل إن شاء الله مع تميز آخر من معهد التدريب المهني في محافظة معان، هذا المعهد الذي أخذ على عاتقه حقيقة تدريب الشباب والشابات مع تخصصات أيضا تتلائم وسوق العمل. هناك مبادرات، هناك قصص نجاح. سيكون معي أيضا المهندس إيهاب العقايلي وهو مدير التدريب المهني في المحافظة، وأيضا سيكون معي حازم الشخامبي وهو من مركز الطاقة المتجدد في هذا المعهد. أيضا سيكون معي كت آخر مع صبايا أخذوا على عاتقهم أيضا الابتعاد عن ثقافة العيب والتدريب والتشغيل. إن شاء الله سنكون معكم من مركز التدريب المهني أو معهد التدريب المهني في المحافظة. يعني يعطيك العافية رعد، يوم حافل جدا اليوم مع رعد. يعني هبة، رجعنا لكم مرة ثانية اليوم، يعني موضوع بغاية الأهمية، خاصة وإحنا على أبواب يعني تقديم للقبول الموحد للجامعات. هذا الموضوع الهام، يعني حقيقة لابد لكل طالب وطالبة أنه يتنبهوا للتخصصات الراكدة والتخصصات المشبعة في سوق العمل. يعني إحنا لا يعقل أنه الإنسان يظل ينتظر دوره بديوان الخدمة المدنية، يقدم لتخصص بعد ما يخلص من الجامعة أو الكلية، ينتظر أيضا على صفوف العاطلين على العمل. فهذا الشيء يعني لابد أنه تنوه له خاصة في الأيام هذه. للحديث أكثر عن الدورات التدريبية والدورات التي تعقد في معهد التدريب المهني في محافظة معان، معي على الهواء مباشرة المهندس إيهاب العقايلي وهو مدير معهد التدريب في معان. بنصبي عليك وبنصبي على صبح لي على هبة وعلى أشرف بطريقتك الخاصة. الله يعطيكم العافية وصباح الخير. صباح الخير للأخوان في الاستديو، وصباح الخير للوطن، وصباح الخير لجلالة الملك. أهلا وسهلا فيكم في معهد تدريب مهني إناث معان ومعهد التميز للطاقة المتجددة. تأسس معهد تدريب مهني معان عام 2005 ومعهد التميز للطاقة المتجددة عام 2015. كما تعلمون جميعا أنه رسالة المعهد التدريب المهني كما هي رسالة جميع معاهد المعاهد المنتشرة في المملكة، وهي إعداد قوة عاملة مؤهلة متخصصة وحسب حاجة السوق المحلي. معهد تدريب مهني إناث معان يوجد فيه على العديد من التخصصات، ونحن حاليا في دراسة لإضافة التخصصات بالتعاون مع الأخوان في المجلس المحلي. التخصصات الحالية الموجودة تكنولوجيا المعلومات والتجميل والخياطة. التخصصات الموجودة في معهد التميز للطاقة المتجددة هي تخصصات تعنى بالطاقة الشمسية، وكما تعلمون أن محافظة معان من أكثر المناطق سطوعا على مستوى العالم سطوعا في الشمس. احنا الان كما تفضل اخونا الاستاذ رعد عوجان في مرحله تقديم الطلبات سواء للجامعه او للكليات. بنشجع اخواننا وابنائنا الطلبه والطالبات على الدخول الى معهد التدريب المهني لاكتساب تخصص معين. أبوابنا مفتوحة للجميع من الساعة 8 صباحا للساعة 3 مساء يوميا إن شاء الله، والتقديم حسب والتقديم للتدريب المهني يكون والتسجيل بيكون عن طريق الرابط الموجود على موقع مؤسسة التدريب المهني. حاليا إن شاء الله سيتم أو سيبدأ الدوام إن شاء الله بتاريخ 6/9.
نطلب من الأهالي ونطلب من جميع الطلبة التوجه لمعهد التدريب المهني، احنا جاهزين لأي استفسار ويعطيكم ألف عافية. مهندس إيهاب، يعني شو رسالتك أنت لطلابنا، خاصة أنه على أبواب تقديم للجامعات هناك تخصصات مشبعة وتخصصات راكدة، شو نصيحتك لطلبتنا سواء الشباب أو الإناث؟ رسالتنا كما هي، ونحن نأخذ توجهاتنا دائما من جلالة الملك، رسالتنا دائما هي التوجه للعمل المهني كما أمر فيه جلالة الملك حفظ الله ورعاه. التخصصات تقريبا المهنية هي الأفضل حاليا في ضوء عدم توفر الوظيفة وزيادة نسبة البطالة على مستوى المملكة الأردنية، فبنوجه طلابنا الآن إلى تخصص الطاقة المتجددة حيث في فرص عمل كثيرة إن شاء الله، وإضافة إلى وجود مشاريع كبرى في مدينة معان، وحاليا سيكون في مشروع جديد إن شاء الله في منطقة المحمدية تابعة لمنطقة معان. فإن شاء التخصصات، اللهم صل على سيدنا محمد، التخصصات اللي بدنا نشجع عليها الطلاب كتجميل، بتقدر الطالب إنها تفتح محل خاص فيها بعد ما تأخذ تخصص تجميل، أو بتقدر تشتغل في بيتها. الخياطة كذلك أمر حاليا في مصنع في الروضة الصناعية التابعة لشركة تطوير معان، مطلوب عدد كبير لا يستهان به، يعني ما يقارب حوالي 30 لغاية الآن تقريبا، مطلوب 30 بنت متدربة خياطة. احنا دائما على تعاون تام مع مؤسسات المجتمع المحلي، سواء شركة تطوير معان، سواء بلدية معان، سواء المجتمعات بشكل عام. بنشجع أبنائنا الطلبة انتهزوا هاي الفرصة وسلامتكم. يا سيدي كل الشكر لك مهندس إيهاب العقايلي، وهو مدير المعهد التدريب المهني في المحافظة. أيضا معي المهندس حازم الشخامبي، وهو من مركز الطاقة في معان. بداية تعطينا يعني فكرة عن مركز الطاقة، ونحن بنعرف أنه أكبر سطوع للشمس في العالم في مدينة معان. أول شيء بجدد الترحيب فيكم في محافظة معان، وتحديدا في معهد التميز للطاقة المتجددة. معهد معان للطاقة المتجددة أنشأ في عام 2014 للتدريب على الأنظمة الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية، كون محافظة معان إلها ميزات وإلها خصوصية خاصة في مجال الطاقة الشمسية. عندنا هون معهد تميز الطاقة المتجددة حسب طبعا التدريب المهني، عندنا عدة نماذج اللي بندرب عليها، وهو أعلى نموذج عندنا المستوى المهني، ومن ثم مستوى الماهر، وفي عندنا برامج محدد المهارات. فيما يتعلق بالمستوى المهني هو أكثر شيء احنا بنركز عليه، هذا يستقطب الطلبة التوجيه ناجح أو راسب. مدة البرنامج عندنا سنة كاملة، 9 أشهر عندنا داخل المعهد من حيث تدريب عملي ونظري، و3 أشهر تكون تدريب ميداني بالتعاون مع شركات الطاقة اللي موجودة عندنا هنا بمعهد. فيما يتعلق أيضا بالتدريب الماهر، هو بيكون للطلاب بأقل فئة تعليمية، بيكون مدته تقريبا 700 ساعة. احنا عندنا هنا بنظام المؤسسة التدريب المهني تقسم التدريب على نظام ساعات، فبرنامج المهني عندنا 1400 ساعة، برنامج الماهر عندنا بيكون 700 ساعة، بنقسمها على مدد زمنية مختلفة. ايضا في عندنا بعيدا عن هذه النماذج عندنا ايضا تدريب بيكون للمجتمع المحلي باختلاف فئاته التعليمية، ممكن ندرب مهندسين، ممكن ندرب الشباب بشكل عام، ونقدر نعمل برامج لهم اللي تتوائم مع مستواهم التعليمي، وبالتالي إن نعطيهم فكرة عن الطاقة المتجددة كونه هي لها مستقبل واعد إن شاء الله. نتحدث شو رسالتك الآن للي حاب يعني يجي يتدرب في هذا المجال الكبير؟ الآن الشغل الشاغل في العالم هي الطاقة الشمسية. نعم، أول إشي إحنا منذ أيام قليلة طلعت نتائج التوجيه، بنبارك للي نجحوا، والطلاب اللي ما حالفهم الحظ بنحكي لهم إنه إحنا أبوابنا مفتوحة عندنا بالمعهد هون، زي ما تفضل المهندس إيهاب، إحنا متواجدين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 وحتى 3، أبواب المعهد مفتوحة، بيقدروا يجوا يشوفوا شو في عنا إحنا من أجهزة، شو في عنا إحنا من وحدات تدريبية، وبالتالي اللي بيشوف حاله عنده ميول أو رغبة بإنه يسجل، فإحنا بنفتح له الأبواب، بيقدر يسجل طبعاً، التسجيل متاح لنا لغاية 3/9، بيقدر يسجل من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة التدريب المهني. إذا كل الشكر لك المهندس حازم الشخامني من معهد التدريب المهني في محافظة معان. إذا هبة وأشرف يعني شفنا
ما شاء الله الكريم يعني جهود كبيرة تبذل من المعنيين في هذا المعهد المتميز حقيقة في جميع التخصصات المختلفة. سنكون معكم بعد قليل مع نماذج أخرى لنشميات من محافظة معان تتحدث عن تجربتهم في التدريب في مجال الحاسوب. إذا راجعين لكم وإن شاء الله لنا لقاء بعد قليل مع نشميات الوطن من هذه المحافظة الأبية. عدنا إليكم مرة ثانية أشرف وهبة، عدنا مع نماذج مع نشميات الوطن من هنا من معهد التدريب المهني في محافظة معان، ومعنا عدد من صبايا الوطن اللي أخذوا على عاتقهم يعني حقيقة القضاء على ثقافة العيب من خلال الالتحاق ببرامج تدريبية مختلفة. نتعرف عليك بداية. بلسم المعلومات، تخصص مدخل البيانات. خلينا نرفع صوتنا شوي، شو استفدت أنت ليش جيتي على التدريب المهني؟ أنا بصراحة سمعت التدريب المهني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحبيت أني أسجل من خلال هذا الإشي حتى نستفيد مهارات ونكسب مهارات ونخلط المجتمع المحلي وبنكسب مهارات، وممكن هذا الإشي أنه يفيدنا لقدام شوي من خلال هاي الدورات التدريبية اللي بناخذها أنه تفيدنا بسوق العمل لقدام شوي. طيب شو بتقولي لصاحباتك لزميلاتك لأهلك يعني في المناطق المختلفة للالتحاق بهيك دورة؟ أكيد بشجع كل البنات وكل الصبايا والشباب إنه يشتركوا بهاي، وبالأخص هي إنه بعد إصدار نتائج التوجيهي في كثير طلاب مثلاً ما حالفهم الحظ، إنه ما في مشكلة يعني لو سجلوا بالتدريب المهني لأنه كثير يعني راح يكتسبوا مهارات. شكراً لك. أيضاً نتعرف عليكي. أسعد الله صباحك أستاذ رعد عوجان، أنا طالبة هنا عبد الله العسوفي من معهد التدريب المهني. أنا جيت هنا للتدريب المهني على طريق التواصل الموقع الاجتماعي، وحبيت أني أدخل هاي الدورة كوني أنا طالب في مدخل بيانات. بشجع كل البنات أنهم يجوا يأخذوا هاي الدورة، نتمنى أنه هاي نستفيد من هاي الدورة عن طريق تسويق العمل الوظائف إلى القدام إن شاء الله تعالى. شو استفدت أنت من خلال تواجدك بالدورة؟ شو الدورة اللي أخذتيها أنت؟ أنا أخذت دورة مدخل بيانات، استفدت عليها كثير. تتيح لنا إن شاء الله تتيح لنا هاي الفرصة أنه على الوظيفة، على أنه تفتح لنا مجالات تسويق كثير، مجالات يعني أتمنى أنه تكون نستفيد عليها. أو شو بتحكي لزميلاتك لأهلك للمختلف الشرائح المجتمع؟ أنا بشجعهم أنهم يجوا على هاي الدورة، استفدنا كثير ومتدربينها مليح بس يعني هاي هي. أيضا معنا يعني نموذج آخر، قبل ما تكون متدربة هي شاعرة تماني الجازي، يعني ما شاء الله عليها بيشوفها بمختلف الاحتفالات اللي بتصير في محافظة معان سواء الوطنية أو الشعبية. بصبي عليك مرة أخرى تماني الجازي، بدنا قبل ما نبلش معك تعطينا هيك بيتين شعر نصبي على الوطن وعلى سيدنا. أولا صباح الوطن الجميل، صباح الوطن الغالي، صباح الخير لجلالة سيدنا، صباح الخير للشعب الأردني، صباح الخير إليك وللموجودين بالاستوديو. اولا راح احكي قصيده، هذه اهداء لجلالة سيدنا، وكنت اتمنى رؤيه جلالة سيدنا واقدمها لك. اقول يا سيدي يا سيدي تاج للراس، يا سيدي يا سيدي تاج للراس، رمز الكرم رمز الوفاء والشهامه، نبقى على عهد المعزه من الساس، والطيب فيك وانت للطيب هامة، نشرب من أجل بلادنا سم بالكاس، يالله عسى عمرك مديد تعوامة، أفعالكم يا سيدي ترفع الراس، وأفعال الأردن زايدة بالكرامة، انت الأصيل ترحم وعندك إحساس، وانت الوحيد اللي يزيد احتامه وسلامتك. ما شاء الله عليك، يا الله يعطيك العافية، جهودك طيبة. انت كمتدربة الآن في مركز أو معهد التدريب المهني معان، ليه جيتي على المعهد؟ أولا أنا ما حالفني الحظ أني أكمل دراسة، فمن أهلي ومن أصدقائي حكوا لي أنه أتقدم للتدريب المهني، أخذ دورة تفيدني يعني لقدام، سواء قدمت توجيهي حصلت على الشهادة أو ما حصلت ممكن أني أتوظف عليها كونها يعني مزاولة مهنة. وأخذت تخصص المدخل بيانات كوني يعني مش إنه لأني أنا كنت أفكر إنه راح أخذ، بس فعلًا صدقًا يعني شهادة يعني أعتز وأفتخر فيها إنه أخذت ودخلت التدريب المهني،
وتعرفي عليه يعني عن طريق الأصدقاء مثل ما قلت لك، ودورة كثير مهمة، وكون يعني الآن في ناس ما حالفهم الحظ من توجيهي، أتمنى أنهم يقدموا لتدريب المهني ويحصلوا على الدورات المفيدة لهم، وشكرا لكم. شكرا تمان الجازي. أيضا آخر المتدربات الموجودات معنا على الهواء مباشرة، نتعرف عليك. أنا اسمي نديم ماجد صنعت، أخذتهم في التدريب المهني، أخذت دورة تجميل ودورة طاقة شمسية ودورة حاسوب، كنت أعرف فيهم من كانوا ينزلوا على الفيس يعني، وسجلت لأنه التجميل كنت حابة يعني أني أفتح صالون، عشان هيك أنه أخذت هاي الدورة. شو استفدت أنت من هيك دورات؟ استفدت يعني أشياء كثيرة، مثلا الحاسوب يعني كيفية استخدامه، وعن ودورة الطاقة كمان عن الطاقة الشمسية يعني كيفية استخدامها، وكمان كان في ضمن الطاقة الشمسية يعني كانت هي بدك تحكي يعني زي الفيزياء يعني معادلات أشياء هيك، تمارين ومعادلات يعني كثير كانت حلوة. ممكن الناس إنه يستخدموا ألواح شمسية يعني بدل إنه يستخدموها للطاقة وللكهرباء، بدل إنه ما يستخدموا الكهرباء بتوفر عليهم أكثر يعني. شكرا يا نادين، شكرا شكرا حقيقة، يعني أشرف وهبة يعني ما شاء الله نماذج مختلفة. يعني من هنا أدعو الجميع للالتحاق بالدورات التدريب المهني هنا في محافظة معان على الموقع الإلكتروني، هناك الموقع اللي بده سجل بيسجل على الموقع، الالتحاق بمختلف الدورات التخصصات التي تتواءم مع سوق العمل. وفي النهاية بقول ألف مبروك لهذه الإنجازات المضيئة على امتداد مسيرة الوطن الغالي، وألف مبروك لأبي الحسين جيل أقسم أن تبقى الراية خفاقة والصدور سيوفا مشرعة لمجد عبد الله وأردن الحبيب. راجعين إليك أشرف، وراجعين إليك هبة، وكل الشكر لزميلي الذي كان معي من مشوار الصباح الباكر مؤيد المعاني.